وشفت خير في الدنيا يابا انت اللي عملته، وقريت كتاب الحياة ومنك اتعلمته. أنا لما قلت يا سند وقف لأبويا وعاند وشال همي وريحني وريحني. ما هو الأب هو السند، هو العزوة، هو الظهر اللي بنتسند عليه، هو الروح اللي بتنفخ فينا وبتخلينا عايشين مرفوعين الراس. ساعات ببقى في قاعدة يبقى حد والده متوفي ويفتكر لحظة ما كان بيشيل الخشبة بكتفه ويقول لي كنت شايل أبويا لقيت كتفي اتخلع، وفجأة لقيت روحه لحمت كتفي وقدرت اللي أنا شيله وانزل بيه على القبر، وكانت دموعي جوه حلقي محشورة لغاية أما كنت مش قادر أفرقه، لكن كنت أحس إن صوته بيناديني ويقول لي كمل حياتك، لأن أنا خلفت راجل جدع، راجل شايل اسمي. وأما كنت أقعد مع بنت وتقول لي أو ست وتكلمني عن والدها تقول لي أبويا يعني شرفي، شرفي اللي لازم أحافظ عليه، شرفي اللي لازم أكون بتباهى بيه، ده اسم أبويا. الأب يا جماعة كلمة كبيرة قوي، بس هو معنى أكبر ورسالة أسمى. كنت قاعد على قهوة من كام يوم وفجأة مع ناس جنبنا ناس زي أي قهوة جنب جورنان الأخبار في وسط البلد، وفجأة مرت عربية عليها عيد الأب 21/6. طبعاً عيد الأب كان فات واحتفلنا بيه ولقينا ناس كتير بتكتب لأبهاتها أحلى الكلمات، لكن فجأة لقيت حد بيقول لي تخيل الأب بقى تهمة. قلت له إيه؟ يعني إيه الأب بقى تهمة؟ قال لي آه، ما هو دلوقتي كل شوية نلاقي إن التهمة إنه أب، إنه بأب قتل لسه من كام يوم حادثة، أب قتل ابنه عشان عنده كهرباء زيادة في المخ، أب قتل بنته عشان خاطر مراته التانية، أب وده بقى يعني أب فنان ومتجوز فنانة كبيرة، والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، أما فجأة تسرب له مكالمة إني مش راضي عن الجوازة بتاعت بنته بتاعت ابنه، وإنه كمان ابنه عاوز يجوزه جوازة تانية. فوجئنا إن ابنه بيرد عليه، وأنا اتصدمت من الرد اللي هتسمعوه ده. الشخص ده مش أول مرة يأذيني، هو أنا آسف إني بقول الشخص ده، مش عايز حد يزعل مني، لأن صعب جدا إني أقول الاسم العادي عليا بعد اللي هو قاله، بعد اللي هو بيعمله، وبعد المصر إن هو يعمله. آدم ده بيفتري، بيخرب بيوت، وبيتكلم في أعراض، وجاب سيرة أمي، وأنا أمي دي عندي غالية جدا، لأن أي حاجة اتعلمتها في حياتي ودي الناس متعرفوش، والراجل اللي خلفني يعني منفصلين تقريبا قولوا من 30 سنة، أمي هي اللي ربتني، أمي هي اللي علمتني، أمي هي اللي كانت دايما بتقول لي اسأل عليه وده مهما أذاك مهما عمل، علمتني كده. شفت اتصدمت ازاي؟ زي الراجل اللي خلفني ازاي ده؟ لكن فجأة والده رد عليه بوسط ما معناه، او في اخر الكلام قال اللي انا خلاص خرفت وبقيت عجوز، راح ابنه ربنا هداه وراح قال انا برضو بغير على ابويا، وبرضو بغير على مراتي وعلى اهل بيتي، وبرضو هفضل بوده. لكن نقف اكتر، ان هل كل انسان يستحق ان هو يبقى اب؟ وطبعا في جريمة وقفت قدامها وكانت لسه من كام يوم برضو، ان اب يتنازل عن ولاده عشان خاطر يحطهم في الملجأ لانه مش قادر يربيهم. قضية فتيات التيك توك، مودة الادهم وحنين عصام حسام. لكن الاهم كان مودة الادهم، لان انا توقفت قدام العائلة دي
وقفي قدام العائلة دي بسبب والد مودة الأدهم وهو الأستاذ فتحي الأدهم، وتوقفت لأنه هو لغاية دلوقتي بيتباهى بنته ومش معترف إنها غلطت. هي غلطت في عرف التقاليد العربية والمصرية، زي ما هتنزل الشارع وهتسأل أي إنسان هل بنته غلطت ولا لا، لكن توقفت عند التربية والاعتراف بالخطأ. وده الكلام ده اللي سمعته من خلال الفيديو. انا ماشيه بولادي في الشارع بيقولوا لي انت اختك الواد ده انت سرقاهم، انا في واحده مسكت البت مني وقالت لي انت اختك بتتاجر في البشر. اختي كانت عايشه مع سكن في بنتين او ثلاثه عشان هي كانت جنب الجامعه بتاعتي، فما اعرفش بقى هي اتفصلت ولا احنا الصراحه ما اهتمناش بالموضوع. احنا امها اول لما سمعت الخبر وقعت من طولها حاليا هي على كرسي متحرك ونظرها ضعف. الرقابه الاسريه لا تكفي. قرآنية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يفعلون السوء بجهالة ثم تابوا وأصلحوا من بعد ذلك فإن الله من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. هي عملت الحاجة دي بجهالة. طبعا صدق الله العظيم، بس الآية، خلينا أقول الآية، هي في سورة النحل الآية 119. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. دي معناها الآية الكريمة في التفسيرات المختلفة، إن اللي بيعمل ده بيبقى بيعمل فعل غير عقلاني، فعل بجهل، سواء عن عمد أو قصد، بس فعل بجهل، بس ممكن إن هو يتوب. طبعا كلنا مين فينا ما عملش الغلط؟ والغلط طبعا أنواع. مين فينا ما أذاش حد؟ ممكن بكلمة، بشعور، بحاجات كتير قوي. لكن الغلط بتاع مودة الأدهم كان أكتر، هي وزميلتها حنين عصام حسام اللي طلعت طبعا وبكت وتتوسل طبعا فيه. لكن هنا أنا توقفت عند حاجة، هل السوء أو قال الجهالة تنطبق على مودة فقط أم تنطبق على والدها الأستاذ فتحي الأدهم؟ عارفين يعني إيه أب ينكسر؟ عارفين يعني إيه أب يتزل؟ عارفين يعني إيه أب يقع من طول ويقعد على يقع على الأرض وهو عرضه انتهك وضاع؟ بص الصورة دي، ده أستاذ فتحي والد مودة الأدهم. أني أب يقدر يبقى بالشعور ده؟ طبعا شيء سيء جدا. والدها لو كانت هي بتعمل العمل ده بجهالة، طب والدها كان فين؟ كان فين يا جماعة؟ يبقى إذن هو مشارك في تلك الجريمة، دي الجريمة حسب القانون اللي اتحكمت بيه. وثانيا، أما هنرجع تاني للكلام اللي قالته رحمة الأدهم في الفيديو، إنها البنت بتقعد بالطالبات، بالطالبات إيه اللي بمليون ونص في مدينتي؟ وعربية مرسيدس اللي هي بمليون جنيه، إزاي يعني؟ هو الأب ما يعني، هو في سؤال، الأب اللي بقى مستواه المادي عادي جدا وبنته فجأة تمتلك الملايين دي، وده مثبت من خلال حسابها البنكي والتحويلات البنكية اللي جات لها، وشقة وعربية ومشاريع مشاركة فيها، هو الأب ده عمره ما سأل إذا كانت الفلوس دي من طريق مشروع ولا لأ؟ ياريت نفوق شوية، ياريت نعرف كويس قوي يعني إيه أب قبل ما نتجوز، قبل ما أي شاب يتجوز يعرف يعني إيه أب، بدل ما يكون ده المصير وبدل ما يكون ده القدر.